القوات الجوية السعودية تعترض صاروخا أطلقه المتمردون من الأراضي اليمنية وتدمر منصة إطلاقه. بعد مجازرها أمس في إدلب، الطائرات الروسية تواصل غاراتها على حلب وتقتل وتصيب عشرات المدنيين. أوامر لمقاتلات إسرائيلية تحلق في أجواء لبنان باستهداف أي منصة إطلاق صواريخ يتم رصدها. اعتقال شخصين في مداهمات وسط العاصمة البلجيكية على خلفية اعتداءات باريس. لجنة الأخلاق والقيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم توقف بلاتر وبلاتيني عن ممارسة أي نشاط رياضي لثمانية أعوام. وانهيار طيني بجنوب الصين يدمر عشرات المباني ويخلف 91 مفقوداً.